بس عايز اسالك سؤال مهم جدا، وانا عارف اتفضل يعني سعه صدرك وانت من اتفضل. الشخصيات الكبيره اللي ليها باع في العفو الرياضه، بيه العفو ده بيه. حاجه اكيده. يعني كابتن احمد حسام ميدو اتصور مع كابتن الخطيب، الدنيا اتقلبت، وحضرتك برضو اتصورت قبل كده في صوره مع كابتن خطيب وكابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى. يلا، الناس دي قامات كبيره جدا 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 اللي انا بتكلم عليهم. ليه بيبقى فيه توتر في النقطه؟ يعني انا عايز افهم الموضوع ده، وحضرتك قريب جدا من الموضوع ده. بالنسبه لصوري طبعا مع الكابتن الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وجمال بيه الجرحي، دايما احنا بيحصل لي الشرف ان احنا بتصور معاهم، وده شرف لان دول ناس اصدقائي وناس محترمين جدا وشخصيات جميله وصحبه رائعه وناس على قمة المسؤولية الرياضية. في تحصل المناسبات ان احنا نكون في اجازة ونلتقي، لكن ده شيء طبيعي وشيء جميل. تمام. لكن مش معنى ذلك ان لما اي مجموعة من الاصدقاء تلتقي انها تكون بهدف غير ان هم يلتقوا ويقضوا وقت جميل وظريف وحاجة محترمة وفي هواية محترمة بعيدا عن اي حاجه. أيوة. لكن عمرنا ما عمر الناس دي، اولا الناس دي مقله جدا في الكلام ومقله جدا في الحديث، لقد ان هي مسؤولياتها بتحتم عليها انها لا تتكلم في عملها في اثناء الاجازه. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هي الناس دي مصريين؟ لا، ما هم اللي بحكي لهم مصريين. طبعا. تمام، الحمد لله مصريين، الحمد لله. فما فيش حاجه بتحصل ان يعني نتكلم او نحط في دماغنا شيء. وبعدين حكايه اهلي وزمالك، ودي يجب ان احنا بقى نتخطى النقطه دي. هو احنا موضوع صعب قوي، يعني زاد عن حده، يعني بقى ممل. أولاً الكابتن احمد حسام ميدو ما كانش معانا. ايوه، ده هو يعني زارنا بالصدفه. ايوه، بالصدفه، مش حاجه مترتبه يعني. لا، ما كانش. لا يا بيه، احنا فوجئنا ان الكابتن، بالظبط اللي حصل، ان احنا فوجئنا ان الكابتن احمد حسام ميدو دخل علينا، فوجئنا. ولما دخل يعني بس الكابتن الخطيب وبس الكابتن حسن حمدي، يعني هو في حد بيبوس في الكورونا يا باشمهندس؟ والله ده اللي حصل. طيب. والله ده اللي حصل. طيب. وبعدين قال يا جماعه يلا ممكن اتصور معاكم صوره جماعيه، اتصورنا صوره جماعيه. أيوة. واول ما جينا نتصور صوره جماعيه كان في ناس شباب مع الكابتن ميدو انضموا للصوره، وبعديها بثلاث اربع دقائق غاب الكابتن ميدو، كان هو يعني جنبنا في هقول لسيادتك في عند تحت الغردقه في حته اسمها سهل حشيش؟ لا 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 لا، في اسمها ايه دي؟ اللي هو عند لا في جنوب الغردقه، المهم هقول لسيادتك. هي السمكه دي اشتريتها منين يا باشمهندس الاول؟ لا يا بيه، ما فيش سمك بنشتريها بيه. طيب. والا بقى لو كانت مشويه. لا يا باشا، بص اسمها ايه طيب؟ بعديها بدقيقه انو سمكه فيهم؟ ده سمكه لا كتير. في سمكه بالعرض كده وحضرتك ماسكها والدكتور حسن مصطفى لابس تيشيرت احمر. دي باراكودا. باراكودا. باراكودا دي كام كيلو دي؟ معرفش. بس في سمك تاني كتير، قبل كده اتصورنا ميو اكبر من دي بكتير قوي كمان. بقول لحضرتك بقول لحضرتك، وبعد دقيقتين فوجئنا بالكابتن احمد حسام ميدو جاي داخل بطريقه ودوده جدا، وقال للكابتن الخطيب يا كابتن الخطيب انا بحبك وانا، وقعد يتكلموا على الناشئين وكده. بعدين قال له ممكن اتصور معاك، واتصور معاه ومشي. ده اللي حصل، ما كانش معانا ميدو. ده لقاءه بينا ما قعدش خمس دقايق. ايوه، مش اكتر من خمس دقايق. حاجه طبيعيه يعني، نورمال خالص. نورمال. وبعدين احنا بقى لازم نبعد عن التعصب، ولازم ما نفكرش في الكلام ده، ولازم نعرف ان يعني هتحصل اي لعيب في النادي الاهلي او اي انسان هيشوف حسن شحاته هيعمل معاه زي ما ميدو عمل مع الخطيب. اكيد، مش عايزه كلام. حد هيشوف علي ابو جريشه هيعمل معاه زي ما ميدو عمل مع الخطيب. اكيد، كل الناس والنجوم والرموز والشخصيات الرياضيه، الدكتور حسن مصطفى ده راجل رياضي عالمي، حسن حمدي ده شخصيه عظيمه جدا في الرياضه، كابتن محمود الخطيب راجل اسطوره في كره القدم. فاي حد بيلعب كوره او بيحب كوره هيشوف الشخصيات الجميله دي، سواء من الاهلي من الزمالك،
هيكون سعيد جدا ويتصور معه ويكون فخور، لكن الصورة دي لا تفسر بأي شيء غير إنها مجرد لقاء ودي محترم. يا باش مهندس، نسبة جميلة يا باش مهندس، ده المفروض الصورة دي تبقى صورة لنبذ التعصب، يعني تتاخد كعنوان لنبذ، لا دي صورة اتاخدت وعملت راو أكتر للتعصب، حاجة غريبة يعني، منطق غريب مش قادر أفهمه. احنا مرينا بفترة، الفترة دي كانت كلها تعصب، الفترة دي انتهت من الرياضة. عايزين نرجع زي وقت قريب من الزمن القريب اللي كان، اولا كل أسرة فيها أهلاوي وفيها زملكاوي طبعا. بعد إذنك، دايما كان دايما الحوار لطيف والكلام لطيف، غير كده ان احنا في النهاية كلنا مصريين طبعا. اساس تشجيعنا للرياضة ان احنا في يوم من الايام يستفيد منتخبنا تمام. القومي بيضم الاهلي والزمالك. ايوه، فاحنا لازم مش التعصب، نرجع لوضعنا الطبيعي. انا اتذكر انا كنت بروح المدرجات وكان الاهلاوي بيقعد جنب الزملكاوي. ايوه، الناس كانت بتتكلم عادي جدا، ما كانش فيه الكلام ده ابدا ابدا. وهو التعصب عموما ده شيء في اي حاجه، احنا مصريين واحنا كلنا متساويين في الواجبات والحقوق، وكل واحد له رأيه يعبر عنه، وكل واحد يحب فريقه يشجعه، كرة قدم، باسكت، أهلي زمالك، كلنا أهلي تمام.